في الكون. مصر هتزرع كذا مليون هنصمم ع الحلم ونوصل وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المليون. هي من سيزرع المليون هيا النهارده هنستكمل كلامنا في موضوع هام جدا وهو الاستثمار في الطحالب خاصه طحالب السبيرولينا. لكن هنتكلم عن مشروع مهم جدا في ظل خطه الدوله لاستصلاح الاراضي والتوسع في الاراضي الجديده وتحقيق اعلى استفاده من هذه الاراضي النهارده معانا الاستاذ حاتم القومي رئيس مجلس اداره شركه النمور الهدى للاستثمار الزراعي اهلا بحضرتك حاتم اهلا <applause> حضرتك معانا النهارده هنتكلم على مشروع مهم جدا الشركه تعمل حاليا عليه في منطقه الوادي او محافظه الوادي الجديد عاوزين نعرف تفاصيل هذا المشروع اللي بيقام في محافظه الوادي الجديد من خلال شركه نور الهدى للاستثمار في طحالب السبيرولينا. المشروع مقام في مدينة الفرافرة على مساحة 2000 فدان التقنية اللي بيتصمم بيها المشروع هو تقنية ازيرو ويست المشروع متكامل بيتم مدينة للطحالب مدينة للإنتاج الحيواني مدينة للإنتاج السمكي زراعة أعشاب بغرض الحصول على الزيوت العطرية <applause> يعني هو سلسله متكامله من اكثر من مشروع مش بس استثمار في تحالف آه، الصغير. ااا تكنولوجيا زيرو ويست بتقوم على آه، عدم استخدام اي موارد طبيعيه من بره مساحه المشروع وبالتالي فهيكون مصدر جميع مصدر الطاقه لينا جميع الاسمده جميع الالاف مقاومه في المشروع وبالتالي دي ان جميع مقومات الانتاج الحيواني والانتاج, والإنتاج الزراعي تكون متكامله المساحات المقام في بها كل مشروع هي مساحات محدده لانها عباره عن مجموعه من معادلات بحيث تكون مخلفات اي نوع من انواع من الانتاج الحيواني او السمك او الزراعي هي في الحقيقه هي هي مدخلات للمشروع الاخر يعني المخرجات من او المخلفات الخاصه مثلا بالاستثمار في الطحالب ممكن نستخدمها في انتاج ثاني زي الانتاج السمكي مثلا الميه مثلا اللي ممكن نستخدمها في الطحالب الاستثمار في الطحالب ممكن نستخدمها في الانتاج السمكي كمثال مشروع اقرب للانسان يبقى واضح ان مشروع الانتاج الحيواني سواء تربيه اغنام او تربيه الجاموس الحلاب او التسمين الروث الناتج عن هذه التربيه بيكون هو عباره عن الماده الخام انتاج البيوجاز لتوفير مصدر طاقه للمشروع بالكامل <applause> <applause> بيتولد عن عن تاجر بيوجاز وجود مخلفات اخرى يبقى هذا نوع من انواع انواع السمات بيتم استخدامه في زراعه الاعلاف كاسمده لزراعه الاعلاف لتغذيه الحيوانات. وهكذا وهي دا 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 سلسله سلسله متكامله يعني سلسله مغلقه بتلف في دايره كل يعني ما فيش اي مخرجات بتخرج من هذه الـ وبالنسبه الـ وبالنسبة للإنتاج السمكي المياه الخارجة, الخارجة يوميا من الأحواض من من هي بتكون أم 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 هي بتكون ماء مسمد فبيتم استخدامه استخدام في يتم استخدامه في الزراعات فهنيجي في الاخر ان متر مكعب الميه الواحد بيتم استخدامه مرتين او ثلاثه ال 2000 فدان دول فين بالظبط في الوادي الجديد قناه ابو هريره دي قريه في الفرافره ولا؟ في الفرافره ايوه اه هل المشروع ده فيه تعاون طبعا اكيد مع الجهات الثانيه مين الجهات اللي بتتعاون معاها الشركه في المحافظه هناك؟ طبعا على راس هذه الجهات هو محافظ الوادي الجديد وست المحافظ محافظ الوادي غير بالاضافه لاخر هذا المشروع اللي بنتكلم عليه في الفرافره لا في مشروع اخر عباره عن تعاون ثلاثي هتكون شركه ان شاء الله يتم تاسيسها بين شركه جرين سبيس وهيئه تنميه الصعيد ومحافظة الوادي الجديد بغرض استزراع 5000 فدان في منطقه ابو طرطور. امم نستزرعهم طحالب ولا ولا برضه مشروع تقريب. متكامل مشروع متكامل. احنا احنا اتفقنا في هذه المر في يعني في هذا التوقيت او 2021 ان احنا طورنا طورنا واضفنا بدل الاستثمار في مجال التحارب فقط ولكن بنعمل مشروعات زراعيه بتقنيه التنميه المستدامه مشروعات متكامله المشروع اللي حضرتك بتتكلم عليه على مساحه ال2000 فدان الاول دراسه الجدوى اللي تم تمت خلال هل في دراسه جدوى محدده الشركه وضعتها في تكلفه مبدئيه للمشروع في المشروع طبعا هيكون على, على 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 مراحل وفي دراسه الجدوى والدراسه الفنيه ودراسة التشغيليه فاحنا هنمشي على على مراحل بغرض استزراع مبدئي مبدئيا 600 فدان في سنه م. 2021 باذن الله على ان يستكمل بيت المساحه في خلال السنتين الجايين هل بقى يعني موزعه ازاي بين الاستثمار في الطحالب وبين الانتاج السمكي والانتاج الداجيني والانتاج الحيواني يعني انتم مقسمين المساحه دي مثلا المرحله الاوليه اللي هي 600 فدان مقسمينها ازاي بين هذه القطاعات او هذه الاستثمارات أه يعني المساحه الاكبر لمين هل للطحالب ولا الانتاج ولا ولا انهي فيهم لا هو الذكر الحيواني هي المقام الاكبر مم. يعني المساحه الاكبر للانتاج الحيواني, اللي الحيواني. الأكبر. آه. طيب التكلفه المبدئيه للمشروع هل في تكلفه مبدئيه ممكن نتكلم عنها فيما يخص هذا المشروع؟ لا المشروع باذن الله عن يعني عندما يتم 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 الانتهاء منه و. هيكون التكاليف الاستثماريه بتاعته تقريبا حوالي 150 مليون 150 مليون جنيه باذن م. الله الناس كلها بتعاني من فكره اني انا اروح للصحراء واستثمر يعني في مخاطر كتير جدا ممكن اواجهها سواء في الطرق سواء في الكهرباء سواء في مصادر المياه هل الشركه في استراتيجيه معينه بتتبعها لمواجهه هذه المخاطر عاملين حسابكم على المخاطر اللي هتواجهكم خلال الفتره اللي جايه؟ هو اكيد اي اي نشاط انساني بتكون فيه نسبه مخاطره. ولكن دايما رايت الضريبه اللي بيدفعها بيدفعها مفهوم رياده الاعمال هو الخوض وتحمل نسبه المخاطره. ولكن في النهايه بتكون باذن الله هتكون المكاسب إن خدت قرار ان تكون رائد في هذا في هذا العمل وبتكون الارباح مضاعفه باذن الله ف الظروف والظروف الاقتصاديه كل الو... كل اي بني ادم هيبقى مجبر ومع تخفيض سعر الفوائد في البنك مع المشاكل الموجوده في الو... في الو... في الوادي فلازم يكون في مفهوم الخروج بره الصندوق والخروج بره الصندوق مش ان انت تخرج بره الصندوق بنفس عقليه الوادي القديم او ان انت تحاول تطبق نفس الزراعات ونفس طرق الزراعه اللي انت كنت المطبقه بالفعل لان في النهايه لن تصل على شيء لكن انت عاوز تعمل مشروع عاوز تنتقل الى حياه جديده لازم تنتقل الى حياه جديده بمفهوم جديد مش مش سياسه القطيعه مش فرضا في شخص معين نجح في زراعه معي زراع معينه زراعه معينه فتاني سنه الاقي نائل الناس كلها زرع نفس هذا المحصول اللي حقق سنة اللي فاتت وبالتالي بيحصل انهيارات في... انهيارات في الاسعار احنا بنحاول نكو نكون متميزين لان العالم ما يتحملش مزيدا من القطيع من القطعان فعلا العالم ما بيستحملش وده شايفينه في كل المحاصيل الزراعيه يعني شايفين في كل المحاصيل الزراعيه الموجوده في السوق دلوقتي دمار وخراب واسعار يعني تسببت في خسائر هائله زي البطاطس زي الخضروات بصوره عامه، لكن كمان يا دكتور يعني ليه ليه حضرتك قررت ان هذه المشروعات على هذه المحل المساحات بهذه النسبه من المخاطره تكون في مجال الاستثمار في الطحالب؟ كمان مفيش حد مفيش تجارب سابقه هنا في مصر بصوره كبيره لو في تجارب بتكون تجارب محدوده بحثيه لكن ما فيش تجارب تخلي حضرتك تتجه بهذه القوه في هذا المجال من الاستثمار ان احتياجات العالم الفتره الفتره الجايه واحتياجات مصر خاصه انت لما تيجي تبدا اي مشروع اكيد في يعني لو عندك جزء من الحس الوطني يبقى عندك مشروع ان انت عاوز تزود نسبه الصادرات وتقلل نسبه الواردات. آه فكل القطاعات اللي فيها نسبه واردات عاليه جدا في مصر والنسبه السنه الجايه هتزيد ومش قادرين نسد او نعمل توازن في الميزان التجاري هذا 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 الخلل لن نستطيع ملؤه او مساعدته الا بالاعتماد على الاستثمار في مجال التحارب مم. هو المجال الوحيد اللي هو باقل استثمارات ممكنه وفي اصغر مساحات ممكنه ممكن نقلل العجز الدجالي بمقدار واسع ايه المميز في الاستثمار في التحارب يخلينا آه يخلينا برضو نروح الوادي الجديد مساحه ابعد ملوحه اعلى ميه قليلة مقارنة بأي مكان تاني. الاستثمار في الطحالب هو أهم 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 شيء إن أنت عندك عندك المنتج المنتج بتاعك هو من قبل ما يطلع هو من بيع بالفعل. آه عدم عدم تشبع السوق لهذا المنتج. الميزة الأخرى على المستوى الوطن العربي عامة ما عندكش إنتاج مماثل ممكن يشكك لك يشكل أي إغراق أو دهد أو دهد أو أو تهديد. آه فانت آه نتجه الى المنطقه اللي لا, لا احد اتجه إلي إلي إلي. اليها مم. فالسوق اوسع نسبه النمو هتكون اوسع حال الوصول الى مرحله التشبع لسه فاضل عليها كتير جدا مم. وبالتالي فانت داخل في مجال اخر دع الاخرين يتنافسون في كل ما هو تقليدي ومعروف وابدا انت الاتجاه في 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 طريق جديد. <applause> حضرتك مش خايف بعد الكلمتين دول الناس تدخل تسيب اي مجال تاني وتدخل في الطحالب؟ المجال واسع <applause> المجال واسع ويتحمل اي توسعات ويتحمل اي اي استثمارات لان <applause> بالفعل الحجم اللي ممكن نوصله او ممكن نستخدمه احنا في مجال بس يعني لو لو حسبنا نقطه مثلا مركزات الاعلاف بالنسبه للدواجن او للدكن الحيواني هتلاقي في الاخر ممكن ممكن سنويا تستهلك منك كمركزات اعلاف وليس الاعلاف كمركزات اعلاف ممكن يتم استهلاك منك منك في مصر لا يقل عن عن 300 طن سنويا وبالفعل في يعني حاليا في مشكله قائمه اه اه ما بين مزارع الدواجن وعيد اه اه سلامه الغذاء على متبقيات الادويه في لحوم الدواجن صحيح فهذه النقطه هو حلها, هو حلها في استخدام انواع تحصينات وادويه طبيعيه وعلى راسها الاسويه صحيح يعني احنا ممكن من خلال التحالف ننتج اه اضافات اعلاف ده كم ده ده كم هي تجارب تمت, تمت 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 بالفعل انا جدا في مجال الديكت ده من من التحصينات بمعدل اتنين يعني الفرخه بمعدل 2 من 10 جرام يوميا خلال الدوره يعني في الدوره كامله الفرخه لا تتجاوز 9 جرام لو لو قارنا بين سعر الادويه والتحصينات اللي هو بيكون حوالي 6 جنيه في الدوره هتلاقي المنتج اللي هيكون موجود من اسوين واضافات اخرى طبيعيه لا يتجاوز سعره سعر 4 جنيه يبقى مم. احنا كده قللنا قللنا من التكلفه وفي نفس الوقت طلعنا عظمنا من, من جوده المنتج جوده المنتج بحيث ان اي تحليل يظهر لمتبقيات الادويه في الب... بعد كده مع اي جهه انت بتورد لها هيكون المنتج بتاعك متوفر عليه لو أق... لو تم اضافه انشطه اخرى زي مساحات المزارع ومساحات الحره للدواجن ممكن تطلع شهاده عالميه أورجي... اورجانيك فراخ اورجانيك هل بالفعل احنا في مرا... في دلوقتي اضافات علف من السبيرل احنا في مصر موجوده واحنا حي... حد حد بيستخدمها في حد بيستخدمها على المستوى الشخصي احنا شركه, شركة بتاعتنا في... في في عنبر العنبر 10000 فرخه عاملين على تجربه ال... ب... ب... بدانا بدانا هذا العنبر بغرض انتاج الف... الفراخ اورجانيك مم. وبالفعل تم انتاج طحالب تم انتاج دواجن باضافات الاف من الطحالب. بالنسبه للعنبر اللي اه اه بالنسبه للعنبر اللي احنا بنتكلم تشرفونا في الخطوات بقى قريب لا هي هي لسه اول اول دوره بداناها ان شاء الله هتنزل قبل رمضان. امم بخصوص المشاركه في المشروع، هل المشروع اللي في الوادي الجديد ده بيقوم بس على شركه نور الهدى ولا ممكن انا كشاب من صغار المستثمرين معي مبلغ مالي ممكن استثمر معاكم في هذا المشروع بمبلغ مالي ووفقا للبنود قانونية او تعاقد قانوني الفرصه متاحه وحضرتك بتخش كمستثمر انا شركه ذاتها مسؤوليه محدوده قابله لتعديل المؤسسين احنا لينا حلم معين بنطبقه في قطر الفرافره اي حد عاوز يشاركنا الحلم عاوز يبدا حياه جديده عاوز يبقى يدير مساحه ارض زراعيه ويمتلك ويمتلك بيت في حي مجتمع متكامل في مركز طبي في في آآ آآ ما ما مسجد في سوبر ماركت حياه ممكن الانتقال اليها وليس حياه عمل في صحراء فيها مشاق وتعب لا بالعكس ده يكون ممكن تكون حياه اريح بالنسبه للعام القديم هو بيخش شريك معانا في شريك معانا في الشركه بنكبر المشروع بحيث يبقى الحلم مشترك كل ما يتعاون معانا مش مش واحد بيستثمر فلوس او واحد بيحصل على على جزء من الارض لا هو واحد هيبقى جزء من كيان بيبدا في الوادي الجديد بيأسس مدينه زراعيه، الوادي الجديد ربع مساحه مصر، الوادي الجديد ده هو المستقبل الزراعي لمصر هيكون جزء من هذا الحلم، اه احنا عارفين فدان دي مرح 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 مرحله اولى اه باذن الله عند الانتهاء منها خلال ثلاث سنوات لا في مساحات 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 اخرى والاستثمار احنا باذن الله ربنا اكرمنا آه وبينا في الوادي الجديد و طالما احنا حياه باذن الله فاحنا نتوسع في منطقه الوادي الجديد هل بدانا بالفعل في المشروع باذن الله احنا يعني حطينا الطوبه الاولى في هذا المشروع في الوادي الجديد لا احنا في انتظار بس تخليص بعض الاجراءات لاستهلاك رخص الابار مم. لان بالفعل احنا من من البدايه بنبدا ان احنا بنحفر حوالي 10 ابار عشان نغطي مساحه المشروع بالكامل السؤال اللي دلوقتي مو... في إجراءة... يعني الإجراءة... في يعني دلوقتي اجراءات ترخيص الابار السؤال ده من وزاره الرأي طبعا السؤال المهم يعني ليه سيبنا كل مصر واخترنا محافظه الوادي الجديد علشان نعمل فيها هذا المشروع في المقام الاول هو عاليه اساسه المحافظ يعني هي في في, في شخصيات معينه او جهات حكوميه معينه ما يكون تقعد معاها تكون عندك تشجيع الاستثمار ببنت انت عارف ايه العقليه اللي بتتع... بتتعامل مع سرعه اتخاذ 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 القرار التخز... دي في المقام الاول المقام الثاني ان الارض الوادي الجديد بالفعل اجزاء منها جدا خصبه المياه عذبه في منطقه ابو هريره لا تتجاوز الملوحه 300 في المليون <تصفيق> 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 حجم الاستثمارات الموجوده اصلا في الوادي الجديد عامه سواء في سعر البركه او في كل في في كل الوادي الجديد، فانت شايف ان الرؤيه الرؤيه العامه في الفتره الجايه هتكون هي العاصمه الزراعيه لمصر، لان يعني شيء طبيعي انت لما تشوف ان في شركات اخرى ومستثمرين اخرين بيستثمروا ده بيستثمر 5000 فدان وده 20000 فدان فانت اكيد في ناس بتستثمر 100000 فدان في الوادي الجديد، نحيد. اكيد فاكيد مم. كل الكلام ده كله انت شايف ان الفتره الجايه كل المستثمرين المستثمرين دول هيجبروا الدولة على إنشاء مطارات، إنشاء محطات للتصدير، إن كل البنية الأساسية اللي تساعدك في مجال الإنتاج الزراعي والإنتاج بغرض التصدير، لأن مجموعة المستثمرين دول واستثماراتهم الضخمة، الدولة أكيد هتشجع هتشجعهم فهتستكمل م. كل البنية الأساسية، فأنت عندك منطقة واعدة هيتوفر الخدمات بلاش حد يبص لها حاليا ما نيجي نبص لها 2027 المنطقه عامه هتكون آآ آآ عامله ازاي بخلاف بعض المناطق الاخرى اللي ممكن تكون في اراضي اتخصصت ليها ولكن انت مش شايف حجم الاستثمار الفعلي اللي اتطبق في الارض صحيح انا ما يهمنيش كام واحد اشترى كورس الشروط يمين كام واحد بالفعل حفر بير وبدا وبدا فهتلاقي في منطقه الوادي الجديد في نهضه واعده هتكون ان شاء الله هتغير وجه مصر الفتره الجايه بالفعل يعني في ناس من من سنين من مئات السنين موجوده في الوادي الجديد وشغاله يعني مش من النهارده بس الوادي الجديد هي محافظه زراعيه الناس من سنوات طويله بتشتغل في الوادي الجديد وبتحفر ابار وبتزرع نخيل في ناس زرع 100000 فدان نخيل وفي مشروعات لسه بتبدا حاليا زيتون لا في شغل كبير جدا في محافظه الوادي الجديد احنا اتكلمنا على مساحه ال 2000 فدان اللي في الوادي الجديد كمان حضرتك قلت ان في 15000 فدان عاوزين نعرف اكتر عن المساحه 5000 عاوزين نعرف اكتر عن مساحه 5000 والمشروع اللي هيقام عليهم وممكن يعني هنبدا فيهم امتى او ايه الهدف من هذه المساحه. هي مساحه ارض في منطقه ابو طرطور آه آه هيئه التنمية هيئه تنميه الصعيد اتشرفت ان انا طبعا قابلت اللي هو سامي آه سامي الشناوي. هو هيئه تنمية الصعيد بتستهدف تنميه هذه المنطقه وتمتلك مساحه اكبر من كده لكن احنا احنا كشركه جرين سبيس اتمنى ان احنا هنخش شراكه حاليا في مرحله تاسيس شركه مساهمه الشركه المساهمه ثلاث اطراف ليها انا يعني كشركه جرين سبيس ممثلين للقطاع الخاص وهيئه وهيئه وهي تنميه الصعيد ومحافظه الوادي الجديد وهناك في في مساحات اخرى هتكون الهيئة ال 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 هتكون داخله مع شركات قطاع خاص اخرى. برضو هذا المشروع المساحه دي هتكون مخصصه للاستثمار في الطحالب. الاستثمار آه في مي... آه في التنميه المستدامه والدقنين زي الوسط. الطحالب هي جزء جزء منها هي جزء هي الع... الع... العمود العمود الفقري مم. ولكن اقامه ال... مشروع انتاج انتاج حيواني وسمكي وداجيني وزراعي متكامل هو ده الغرض بتاعنا ان هدفنا في المرحلة الجاية زي ما كانت التحارب هي ريادة الأعمال فهدفنا في الفترة الجاية احنا نعظم القيمة المضافة في انتاجية الفدان مع المشاكل اللي ممكن هتسببها سد النهضة ومع مشاكل محوريتنا الأرض الزراعية فبنتجه إن إزاي نخلي الفدان الفدان من الأرض الزراعية طالما إن إحنا مش قادرين نتوسع أفقي فبنتوسع رأسي رأس بحيث إن إنتاجية الفدان تزيد إجمالي إنتاج الأرض في آخر في آخر السنة بيحقق عائد أضعاف أي طريقة عادية. مم. ما بتجيش ناحيه الحاجات التقليديه المكاسب اللي هي بعض الناس شايفانها مضمونه ولكنها بالفعل هي قليله جدا طبعا هي مضمونه نسبه مخاطر عاليه ولكن ليه يبقى في الاخر قطط الميه بتطلع قد ايه المتر المكعب ميه ممكن يطلع لك منتج كبير ب 40 جنيه ونفس المتر المكعب الميه ممكن يطلع لك منتج يتباع ب 1000 جنيه مم. هو ده مفاضل القرار عندنا بهذا المقياس المتر المكعب الميه اللي بنستخدمه له هي... ثمن هيطلع منتج ثمنه ايه صحيح وده برضه بس برضه في جزء تاني في الموضوع ده احنا كمصر بنحتاج لمحاصيل معينه يعني البعد الاقتصادي فيها بيتعلق بالامن الغذائي يعني زي القمح مثلا فده مجبرين نزرعه حتى لو بيستهلك ميه كتير تمام انا وجه... يعني وجهة نظري في هذا الموضوع طبعا انا مقتنع جدا بيها ولكن تحقيق الامن القومي دي دي سياسه الدوله مم. ودي ممكن هي الدوله نفسها تدي حوافز في مثل هذه المجالات اللي بيزرع بعض المحاصيل الاستراتيجيه القمح الذره السكر الحاجات الاساسيه كل ده كلها لكن انا كشركه انا كشركه قطاع خاص انا اكيد مم. بديل الموضوع بفكر التجاره الحره مم. الدوله ليها مهام وانا كقطاع خاص ليا مهام صحيح. انا ممكن انا بفكر في النهايه ان انا اوكي انا انا ليه ازرع انا, أنا بالنسبه لي انا ممكن ليه ازرع قمح ما انا ممكن ازرع فراوله واصدرها اضعاف واستورد قمح بسعر رخيص ليه م. ازرع ازرع منتج اي نعم هو استراتيجي م. ومهم مهم مهم جدا ولكن ما عنديش ميزه نسبيه فيه واستيراده بيكون ارخص من من زراعته في حين ان عندي منتجات ثانيه عندي عندي فيها ميزه نسبيه. ما احنا لو قابلنا فكره التجاره التجاره الحره يبقى انا اشوف ان انا محاصيل اللي بتحالي اكبر عائد اللي حد حالي عمله صعبه ان انا اقدر استورد بيها. صحيح. ولكن برضه الابن القومي هي مسؤول هي, إن إن هي شيء اساسي ان الناس بتعمل على وقت الازمات يعني ممكن يبقى مم في وقت ازمات ما نعرفش نستورد قمح مثلا فده ممكن انا معاك يعني المشكله في بعيدا عن, عن النقطه دي لان النقطه دي فيها كلام كتير يعني آه نرجع خطوه لورا ونتكلم اكتر عن الاستثمار في الطحالب ليه واحد يستثمر في الطحالب فيما يتعلق بالربح مقارنه باي مجال استثمار تاني هو الاستثمار في التحارب يخاطر الامام مش خطوة الو... أه. الواحد الو... الو... لا Agla. احنا في الاسئله <applause> 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 اللي هو اكبر دولة 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 آه آه سم... ر... ر.. آه اسرع دوره استرداد راس 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 مال اسرع وقت تحصل منه على اول عائد هو بالفعل الحصول على اول عائد لا يتجاوز اربع اربع شهور مستمر مستمر معاك 10 10 شهور في, <applause> 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 في السنه تقرير نسبه <applause> المخاطره لو حصل اي مشاكل في الاحواض احنا مش محتاجين موسم معين او وقت معين لان الاحواض الكلوست سيستم متحكمين في درجه الحراره متحكمين في كل في كل الظروف في حاله اصابه الاحواض باي مشكله فتدخلها 30 يوم تقدر ده يشتغل من من, من, من اول, أول, من, من, أول <applause> من اول من اول جديد سرعه بيع بيع الانتاج عدم وجود احنا بالنسبه لنا احنا كشركه وكمنتجين عدم وجود منافس فالمنتج بتاعنا احنا اللي بنبيعه احنا اللي بنحد بنحدد سعره فما عنديش مشكله ركود ما عنديش مشكله مستني مستني تاجر يتحكم فيا في في, في, في في السعر او انا شايل هم ان حد ينافسني. طب لو احنا معانا يعني مستثمر صغير ممكن يبدا استثمار بقد ايه؟ يعني مبلغ المالي اللي ممكن يكون مع مستثمر يبدا بيه؟ لا هو طبعا في الفتره الفتره اللي فاتت الارقام طبعا اتغيرت في مصر حتى بقى مفهوم الارقام اتغير فطبعا اعتقد ان مبلغ 300,000 جنيه مش مبلغ بيبسط المشكله عند جزء كبير اي حد بيفكر فعلا يخش في مجال الاستثمار. يعني ممكن الحد يستثمر في التحاليل بيبدا ب 300000 جنيه باذن الله يحقق ربح قد ايه خلال سنه؟ لا هو وخل... يعني خلال السنه بيكون استرد استرد راس المال 50% 50% من راس المال يكون آه. حوالي 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 150000 في السنه تقريبا تقريبا ويحقق آه... سنه او اثنين يعني خلال ثلاث سنوات مثلا ممكن لو الناس شعب مع... مصر بيحب الارقام لا احنا بقى... نكلمهم بالارقام ن... نقول ان ال 150 ثابتين مثلا لمده 10 سنين لمده 10 سنوات بص اه يعني ما طبعا مع،, مع مع ارتفاع الاسعار مع مع مع, مع, مع ارتفاع الاسعار هيكون مم. ممكن المبلغ جديد بس برضه في النقطه دي برضه حابب انوه لان يعني بالفعل هو هو سهل لو ارتفع السعر لو،, لو ارتفع بيكون نتيجه ان المدخلات نفسها سعرها ارتفع سواء الاملاح او سواء تكاليف التشغيل فيكون فهيكون صافي الربح في النهايه هنقفل تقريبا ونفس نفس المعدل مم. ناس كتير بتسال يا دكتور بتقول ليه انا كشخص مستثمر معايا 300 الف جنيه ومعايا مساحه ارض مثلا ثلاث قراريط ليه ما اعملش المشروع في المكان اللي انا فيه وحضراتكم كشركه تشرفوا عليه ليه ده مش متاح لان احنا داخلين في مجال جديد عدد الناس عدد الناس اللي يملكوا نو وعدد الناس اللي يملكوا القدره على الاشراف والمتابعه العدد ما زال قليل وبالتالي فما ينفعش ان انا أشدت نفسي وان انا أبعد حد لان اي حد يعمل مشروع في ارضه لازم ابعت له حد متابعه واشراف وتحليل ومجال الاندكه التحاله مش مجال سهل دي لازم لازم متابعه يوميا واقل اقل خطا ممكن يسبب مشاكل ولازم يكون حد عارف بيتعامل ازاي مع هذا الكائن الدقيق في فكره التشدد والتوسع لا احنا بالنسبه لأ احنا كشركه هتبقى طبعا شيء شبه مستحيل <applause> احنا مركزين مشروعاتنا في في حياة معينه احنا تواجدنا في طريق مصر اسكندريه عملنا اربع مواقف في طريق مصر اسكندريه موجودين دلوقتي بنتجه ان يعني احنا نقول المساحات الكبيره زي ما حضرتك ذكرت موضوع موضوع ارض الفرافره بعد كده ارض ابو تلطور. في باطن مشروع كبير ضخم مستنيين الموافق الشيك في المصري على تخصيص الارض لينا لسه المشروع مؤجل <applause> في منطقه في المهره ما خدناش لسه التخصيص دي <applause> اهم احد المناطق في المشروع يعني مشروع باذن الله لان أنا بالتالي بق... في كل في كل المجالات دي فما ينفعش ان انا داخل في مجال عمل مدن زراعيه متكامله وابدا ان انا اشدد مجو... مجهودي في مشروعات متفرغه في مصر ان يعني الباب لو اتفتح مش هيتقفل وبالتالي هيجي لك في 27 محافظه كل محافظه فيها 10 مدن اللي عندك 270 مدينه يعني مطالب ان انت تغطيها فده مم. غير منطقي مستحيل احنا يعني هل نستهدف خلال الفترة اللي جاية مناطق معينة ننشئ فيها تكتلات للاستثمار في الطحالب خلاف طريق مصر اسكندرية الصحراوي والوادي الجديد طبعا ان احنا ماشيين مع الدولة جميع 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 مناطق جميع, جميع مناطق اللي هي الدولة خصصتها في مشروع مليون ونص فدان احنا بنستهدف معاهم في نفس بنفس هذه المناطق م. ان طبعا الظروف اللي احنا مرينا بيها قبل قبل, قبل كده آه التعامل مع اي اراضي وضع يد آه نوع مش من كان نوع من المكاسفه سابقا حاليا انا أعتبره نوع من الجنون آه التعامل مع اي ورد ما انك انت ما تعاملتش مع الارض مع من غير جهد الولايه فانت المسؤول على على يحصل لان القرار خاطئ حاليا الدوله ايدي قبضه الدوله قويه بتقبلش أي تعديات، ما بتقبلش أي نوع من أنواع التسقيع، أيوة. وبالتالي في جهات معينة محددة هي جهات الولاية، التعامل معها مباشرة وبعدين يعني الدولة برضه سهلت تملك الأراضي خلال الفترة ده ما كانش متاح في فترات وسنين يعني كبيرة قبل كده، يعني صعب يعني تتملك قبل كده. بالنسبة لشركة تليف المصري بقى دلوقتي تقسيط على 15 سنة، يعني شوف محب بتدفع 10% مقدما وبعد وخمس سنين وخمس خمس سنين سماح بدون فوائد وبعد كده تقسيط 10 سنين. مم. طب ليه شايف وضع بهذه الشروط وبعدين تلجا لشخص اخر يوديك في وسط الصحراء يقول لك دي الارض بتاعتي يعني. ويضحك عليك وفي الاخر تكون اوراق يعني غير مكتمله او تقنين وضع يد او الى اخره. في سؤال مهم جدا للمزارعين المليون ونص من الفدان وده سالوه طول للبرنامج هو هل ممكن منطقه المغره حوالي اكتر من 230 فدان او 250 فدان ممكن 250000 الف فدان ممكن تبقى بؤره او منطقه مركزيه لانتاج الطحالب كلها تبقى زي مجتمع للاستثمار في الطحالب هو ده كده خاصه ان احنا عندنا ازمه كبيره جدا في الملوحه هناك والناس مش عارفه تزرع حتى اللحظه دي اه وللاسف وناس معذوره وكان طبعا الفتره اللي فاتت تعالت تعالت الاصوات بتوصيل الماء العذبه وانا اعتقد ان انا رغم ان لا حاليا لا املك ارض لكن طبعا المطلب بتاعها مطلب عادل جدا هو توصيل الماء العذبه الى منطقه المهره ولكن هناك حل 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 اخر اننا نحول هذه هذه المنطقه بالكامل الى منطقه مخصصه لانتاج الطحالب والاسماك مم. منطقه المهره اعتقد ان ما, تم بيعه بالفعل اعتقد حوالي يقل عن 160 الف فدان صحيح وممكن يوصل يمكن يوصل اكتر ل 160000 فدان اعتقد الصغار المستثمرين مم. غير ال... غير المستثمرين يجي... الكبار غير الكبار, الف ألف الكبار طب ليه اولا المياه الجوفيه هي مياه نقيه مم. ليه ما يتحولش المنطقه دي بالكامل الى اقامه مدينه سمكيه بغرض التصدير؟ مم. مم. آه جميع المزارع السمكيه على مستوى مصر المقابلة على مياه الصرف الزراعي مم. هي مياه هي اسماك غير صالحه للتصدير النهائي. طب مم. انت عند عندك منطقه توفرت ليها البن الاساسيه وتحفظت الابار. مم. فعلا. وفي و و ناس استقرت وفشلت زراعيا. حاولت تزرع بس فشلت. وبناء اساسيه متوفره إيه؟ ما نيجي حد يتبنى ان المشروع الارض بالكامل تتحول الى منطقه مزارع سمكيه لان المنطقة اللي طالع اول حاجه هو قريب من القاهره المسافه منطقه المهره الى الى القاهره حوالي 260 ميتين، ميتين كيلو مم. بالنسبه للاسكندريه مسافه مش بعيده بالنسبه لمدينه العالمين الجديده اللي هي هتكون خلال السنين الجايه العاصمه الصيفيه لمصر في ميك... ليه ما... عبقريه المكان ده مم. ليه ما نستغلوش ان احنا بننتج مدينه سمكيه ومد... ونا... ويبقى في انتاج للطحالب للمشروبات كامل نحول ارض الناس كلها للاسف استثمرت فيها وخسرت وحاليا بتندم وحاليا بتشت... بتشتكي الى نخليهم الرمله اللي في ايدهم دي تبقى كنز. مم. صحيح. هو مفه... هي ما... هو مفهوم اداره وقرار شجاع. مم. يعني ما, ما, فيش داعي ان احنا يعني الميه العذبه توصل لحقهم لكن في مساحات كبيره ممكن مساحات ديبقى. للتفكير خارج الصندوق هي بنفسها مم. نخليها نعمل مدن الطحالب نعمل احواض احواض مفتوحه احنا مم. ممكن نعمل مركز علمي للتدريب لدكه الطحالب على مستوى العالم في هذه في هذه المنطقه منطقه قريبه جدا ومنطقه موقعها الجغرافي ممتاز متواصله ما بين القاهره واسكندريه والعالمين مم. آه، نسبة المرونه العالية هتسمح لك كمان ننتج أس... الأسماك البحرية مم. اللي هي عالية غ... 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 علي... القيمة علي... 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 علي آه، لو أنتجنا مساحات كبيرة من الجمبري احنا ممكن نعمل صناعة أخرى على تأشير الجمبري وعن طريق القشر الجمبري بنسبة مادة الشيتوزان مادة الشيتوزان تصدرها عالميا 32 ألف دولار في صناعات تكميلية متكاملة ممكن نحقق القيمه المضافه تخلي المنطقه الكل بيشتكي بيشتكي منها م. والمشروع ده احنا على فكره احنا مقدمين له دراسه كامله من حوالي اربع شهور في شركه ريف المصري لتخصيص 2100 فدان لتطبيق هذا المفهوم ان كان عدد عضش... عد شخص مش مستوعب احنا بنقول ايه؟ بنقول احنا كشركه احنا هنطبق حقيقي وبعد ما هنطبق اللي عاوز ينقل الفكره ويطبقها على ال 200000 فدان ملكيه المشروع احنا مساحه مفتوحه ومزرعه مفتوحه ممكن اتفضل طبق طبق هذا النموذج المغرى يعني بدانا في حاجه فيها يعني الاجراءات انتهت الخاصه بالتعاقد لسه؟ بس. بس احنا منتظرين ان اه شاء الله احنا لاب معانا <applause> <الـ تصفيق> دكتور كمان يعني احنا اتكلمنا عن ان التحالف السبرولينا فيها ميزه وهي ان هي بتدينا منتج في النهايه اورجانيك او خالي من الكيماويات وغيره احنا معانا الدكتور محمد فتحي سالم وهو استاذ الزراعه الحوية بجامعه السادات دكتور محمد اهلا بحضرتك يعني اهلا اهلا بحضرتك يا دكتور بنتكلم على استثمار في الطحالب مع الاستاذ حاتم الكومي وتطرق في حديثه معانا عن انه الطحالب السبيرولينا في النهايه بتدينا منتج سواء اضافات اعلاف او مستحضرات تجميل او مكملات غذائيه بتكون كلها اورجانيك فعاوزين تعليق من حضرتك على هذا الموضوع. الاول بحاول المهندس حاتم الكومي على على طرحه لمشروع نقول ان هو متميز في مصر لانتاج التحالف وهو لما عملها يعتبر نقل الزراعه المصريه في نوعيه زراعه بنسميها زراعه ذكيه وصديقه للبيئه. لكن انك يا استاذ تعبان هتكلم على مهندس حاتم الاول وانا عايز اقول له على حاجه مهمه قوي المهندس حاتم الكومي انت عارف عارف كده ولا لا أه؟ نازله جربينا من من الامارات في مصر على حوالي شهرين سعر ال 140 جرام ب 150 جنيه سعر يا دكتور؟ سعر يا دكتور؟ سعر 140 جرام ده من الطحالب؟ من الطحالب البحريه انا هبعت المهندس حاتم الكومي بقول اسعار المواد اللي امم مع انهم هم جايبين دي من سريلانكا مش من دوله قويه قوي يعني. اه حاتم الكوبي بيبيع كيلو سبيرولينا ب 400 جنيه. امم تمام؟ وأنا عايز اقول له يا باشمهندس حاتم المخرج للسبيرولينا في مصر إنها تبقى بطولة اورجانيك وتروح للصناعات دوائيه وتتقدم للصوت يا دكتور زي ما الروبيين بيستخدموها كده. امم ومهندس حاتم الكومي اكيد عنده من الاطلاع ان انا انا عارف ان هو جار اوروبا كتير الاجانب بيراهنوا على الفيرولينا في موضوع كوفيد 19 وبالذات اوروبا الشرقيه عندهم قصه نجاح عاليه جدا اليابانيين مستخدمين دلوقتي كبسولات وعمامين على الشعب الياباني كله وابو لقاح استرا زينيكا يعني المفروض يكون المهندس حاتم الكومي عارف ست دول اوروبيه امبارح وقفت لقاح استرا مش عايزين يلقوا مش عايزين يحصلوا الناس واليابان تحديدا وكوريا الجنوبيه حطوا الاسبرولينا كانه سوبر فود واميون سابلمنت ضد كوفيد 19 م. بس انا م. بقول حد من الكومي لازم تنتج اسبرولينا اورجانيك في مصر. انا عارف م. ان انا مؤثر معاك ولسه لك كده قدام الناس كلها وخلينا بفضل الله نرتب مقابله خلال اسبوع 10 ايام من النهارده واحد مني انا اللي هطلبك احدد معاك المقابله وتشرفنا ونقدر نشتغل على طول. وانا هكون معاكم ان شاء الله بالبرنامج يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعه الحيويه اسمح لي أول اشكر دكتور محمد فتحي سالم واشكره مش عشان المجمل اللي هو قدمها لي ولكن اشكره على مجهوده في مجال الزراعه في مصر وأنه لا يبخل على اي مزارع بسيط في مصر بالنصيحه وبالعون وهو من الشخصيات المحترمه جدا واكثر شيء عاجبني بيه هو قدرته وصبره على منح وقته لكل الناس الناس البسطاء صحيح. وده اكتر شيء رغم علم الواسع ولكن اكتر شيء على المستوى الشخصي انا بحبه وبقدره في دكتور محمد هو نوع اعطاء وقته للبسطاء في مصر وده شيء هو شي هو عقدره. سمعنا يعني دكتور محمد فتحي وشيء طبعا شيء واضافه بس ان هو يعني هو في خبر بس برضه هو ذكرني ان انا اقوله لا احنا باذن الله الحمد لله احنا بالفعل انا اسست شركه في المجر م. للانتاج وتعبئه الاسبوعينه في المجر. في المجر في المجر وهي دي هتكون المنطلق بتاعنا لدخول السوق الاوروبي ان شاء الله ان شاء الله تصدير المد... تصدير الماده الخام من مصر من مصر م. وهيتم ويتم التصنيع والتعبئه في, في المجر في المجر ومنها على على كل اوروبا باذن الله انا بشكر حضرتك جدا دكتور حاتم الكومي رئيس شركه نور الهدى للاستثمار الزراعي شكرا جزيلا لحضرتك وفي اطار برضو شغل الشركه يعني الحقيقه شايفين جهد كبير مش بس احنا بنستثمر فيها الطحالب في ونعمل صوب لانتاج الطحالب لا كمان في سلاسل القيمه المضافه وشاهدنا الخميس الماضي افتتاح اطار اونلاين في المقطم وهو الفرع الثالث هنشوف دلوقتي مع حضرتك تقرير خاص من فرع اطار اونلاين في المؤطم نطلع نشوف التقرير وانتظرونا ان شاء الله الخميس المقبل الثامنه مساء ومعكم شعبان بلال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع الميلون النهارده معانا افتتاح لفرع جديد من سلسله عطارات اونلاين بالمقطم كنا قبل كده في مدينه نصر وكمان تم افتتاح فرع جديد في الشيخ زايد النهارده معانا الاستاذ حاتم الكومي رئيس مجلس اداره شركه نور الهدى للاستثمار الزراعي وهنعرف منه تفاصيل اكتر عن افتتاح النهارده والفرع النهارده اهلا بحضرتك استاذ <applause> حاتم اهلا عاوزين نعرف النهارده تفاصيل افتتاح فرع سيطره اونلاين بالمقدم هو كخط الشركه بداناه هو انتشار محلات العطار على مستوى مصر الحمد لله ده الفرع الثالث في اقل من شهرين ان شاء الله برضه خلال احنا الخطه بتاعتنا مستهدفه ان كل شهر بيتم فتح فرعين في مكان جديد عاوزين نتكلم على فكره العطار اونلاين يعني أه أه فكره جديده بشكل جديد تختلف عن الادارات التقليديه اللي احنا بنشوفها في اي مكان في المحافظات او في القاهره الفكره دي جت منين وطريقه العرض وطريقه المنتجات الموجوده هو احياء فكره العطار الزمان ومقتنعين يعني أنا غذائك من دوائك آه على مر التاريخ كان دايما البني ادم بيحصل على صحته بالاستشاره من العطار فاحنا بنحاول دلوقتي بنحيي هذا المفهوم اللي بنقدم عطاره بمفهوم حديث بمستوى تغليف عالي بجوده عاليه بيبقى كل اللي بيحتاجه البني ادم من مكملات غذائيه او 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 المعادن يقدر ياخدها من محلات العطاره النهاردة عاوزين نعرف إيه المميز في عطارة أونلاين عن غيرها من العطارات الموجودة والمنتشرة بصورة كبير في كل حتة إيه المميز في عطارة أونلاين والأفرع اللي انتوا حضراتكم بتستهدفوا افتتاحها أو اللي تم افتتاحها بالفعل في مدينة نصر وزايد والنهاردة في المقدمة ان في مراقبه جوده على المنتج بيتم, بيتم 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 استهداف منتجات على مستوى عالي التخزين بيكون على جودة عالية التغليف مستوى مختلف فالفكرة بنحافظ على القيمة الغذائية لكل الأعشاب والمكملات اللي بنبيعها يا ابرز المنتجات الموجوده النهارده عندكم في طرق اونلاين والمميزات اللي فيها من حيث الجوده من حيث عمليات التصنيع من المصادر ومدى الموثوقيه اللي خاصه بهذه به المصادر اللي بنجيب منها هذه المنتجات لا من ناحيه الجوده طبعا في كل اي اي منتج في الدنيا بيكون فيه فرز اول فرز ثاني فرز ثالث بالتالي احنا بيكون عندنا طبعا الفرز الاول بيكون بنعرف نحافظ عليه في التخزين والتغليف المعتمد الاساسي طبعا شيء اساسي عندنا يكون المنتج الاسبرينه بمنتجاتها بخلاف كل المنتجات العطريه الثانيه ايه ابرز المنتجات الموجوده زي سبيرولينا؟ ايه المنتجات اللي موجوده هنا ومش موجوده بره في العطارات اللي موجوده بره موجود سوينا باودر وموجود سبونه باكت موجود 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 ماسك موجود شامبو وبلسم بالنسبه للاسعار هل الاسعار هنا مناسبه بالنسبه للمستهلكين او الناس اللي بتيجي ومدى يعني قبول الناس او توافد الناس على اقبال الناس على الفرع هنا في عطر اونلاين <applause> لو بالنسبه لرأس طبعا احنا بالنسبه بمناسبه الافتتاح وبمناسبه قدوم رمضان وبالنسبه تخفيضات عاليه بنقدمها لغايه بدايه شهر رمضان. هل الناس في فكره طارق اونلاين قبلت آه هذه الفكره خاصه انتم كمان مش بس فاتحين فرع انتم كمان في سوشيال ميديا وبتعرضوا المنتجات من خلال السوشيال ميديا هل الفكره دي نجحت حتى الان في ان الزبون آه يثق في المنتج ويجي يزوره في اقبال من خلال هذه الوسائل لا طبعا اكيد الحمد لله نسبه النجاح كانت عاليه جدا مع الفتح بتاعنا في اول فرع في مدينه نصر أه ورد الفعل بيكون بيكون غالبا في الثقه فينا بيكون بيكون اول زياره بيكون عن طريق في المحل لكن بعد كده الدليفري والطلبات بتكون في اعتماد اساسا شكرا جزيلا لحضرتك استاذ حاتم الكومي رئيس مجلس اداره شركه النوره الهدى للاستثمار الزراعي شكرا جزيلا لحضرتك إدارة شركة نور الهدى للاستثمار الزراعي أهلا بحضرتك أستاذ أهلا وسهلا أهلا بيك في قسم خاص هنا في عطارة أونلاين فرع المغطم بمناسبة الافتتاح قسم خاص لمنتجات حلب سوريا يعني عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل هذه المنتجات وأسمائها والأدوار اللي بتقوم بيها خاصة إن ده بيمثل قيمة مضافة للاستثمار الزراعي من الإنتاج من المزارع حتى للمستهلك احنا حاولنا نعمل الاضافه لعطار اونلاين لان جميع العطارات ما فيهاش اسبيرولينا زي المنتج بتاعنا لان الاسبيرولينا هو احنا محتكرنا في السوق عملنا منها حوالي اكتر من خمس منتجات اللي هم موجودين النهارده لان احنا لسه تحت برضو الترتيب والتنظيم بتاع المحل ان شاء الله ان شاء الله في 12 نوع من سبايرولينا نازل جديد ان شاء الله باذن الله وهنبقى برده نعلن عنه ان شاء الله احنا عندنا خمس منتجات هنا من منتجات سبايرولينا عندنا الصابون عندنا السامبو, الشامبو الشامبو عندنا سبايرولينا باكيتس 2 جرام اللي هي بتتاخد كده على الريق وهي ديت فيها جميع الفيتامينات وجميع ال محتاجه الجسم ومناعه بيعمل مناعه للجسم عندنا الاعشاب كامله دوت اعشاب مكتمله فيها اسبيرولينا برضو هي تعتبر ديت اسمه الباكت بتاع المناعة. عشاب المناعه اعشاب المناعه اعشاب المناعه عاملين باكت كامل من كل انواع الاعشاب اللي بتساعد علي رفع مناعه الجسم ان شاء الله باذن الله قريب جدا نكمل بقيه المنتجات واحنا معاكم حضرتك ايه الفوائد الخاصه بمنتجات حلب سفيرولينا سواء كمكملات غذائيه او كمستحضرات تجميل بالنسبة كمستحضرات تجميل فطبعا الشامبو والبلسم كل الناس اللي اخذته من عندنا لحد النهارده ما جيناش اي شكوى فيه ومفيد جدا لفروة الراس للشعر نفسه بيساعد على عدم التقصف بتاع الشعر بيدي فيتامين للشعر ولفروة الراس. بالنسبة للصابون طبعا احنا كلنا بجربناه بالنسبة للكريمات انا عن نفسي بستخدمها لانها مفيدة جدا بتمنع ظهور السن بتمنع اي تجاعيد في الوش برضه بتمنعها هي فيها السبيرينا نفسها هي الطحالب المفيده جدا لجسم وشعر ومناعه الجسم فيتامينات الجسم هي بتعمل على بتساعد على ان البني ادم لو في عدوى فهي بتمنع انه يستقبلها الجسم انه يستقبلها ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للسبيرولينا احنا نفسنا كلنا الحمد لله استخدمناها ما عندناش حد لسه جاله كورونا ولا جاله اي حاجه الحمد لله. ان شاء الله ما فيش حاجه زي كده باذن الله لكن بالنسبه لل 12 منتج اللي هيخرجوا للنور خلال شهر من النهارده ده دول ادوارهم هل هم مكملات غذائيه ولا مستحضرات تجميل؟ احنا عملنا مستحضرات تجميل ثانيه عملنا كريم مخصص لل... للبشره الجافه والبشره الدهنيه عملنا شامبو جديد ده منتجات جديده عملنا كبسولات بوزاره الصحه مرخ... مرخصه من وزاره الصحه شكرا جزيلا لحضرتك استاذه امل سرحان نائب رئيس مجلس اداره شركه نور الهدى للاستثمار الزراعي شكرا نورتنا اهلا بيك متشكره جدا ومشكره للمجموعه كلها احلى شباب في <applause> الكون مصر هتزرع نصمم على الحلم ونوصل وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر افرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة ايوة انت مش قليل احنا منك وعلينا ميت عروضنا غير اي حد واكتر ما انت متخيل اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد مقدم 35 ألف وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر أفرولاند في جميع أنحاء مصر ولما تختار يبقى اختار الأصل مسجلة بضمان أفرولان لإدارة المشروع تعال نبني عشان ابنك وابنك أفرولان إدارة تسويق تنمية